باسمي ونيابة عن السادة وسيدات الحضور وعن العراقيين بمختلف تنوعهم وانتماءاتهم العريقة، نرحب بكم يا قداسة البابا. من عظيم سعادتنا أن تكون بيننا هنا في العراق، في بلاد وادي الرافدين، في بلاد الأنبياء وأديان السماء. فمرحبا بكم في بغداد دار السلام، مرحبا بكم في مدن العراق الأخرى، في النجف الأشرف، في الموصل الحدباء، في أربيل القلعة والمنارة، وفي قرقوش الإيمان والكنيسة. مرحبا بكم في أور، مدينتنا الأولى التي ابتكرت الكتاب وتكرمت بولادة النبي إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء، فكانت المدينة التي تهفو لها قلوب البشر من جميع الديانات السماوية. إن دوركم الكبير في الدعوة إلى السلام والعدالة الاجتماعية ومواجهة الفقر، وسعيكم الحثيث من أجل التأكيد على الحوار والتعايش والأخوة الإنسانية، هو موضع اعتزاز وتقدير ورسالة ملهمة للجميع بما تنطوي عليه من مسؤولية نبيلة تجاه الحياة والإنسان. شكراً جزيلاً قداسة البابا لاستجابتكم لدعوتنا لدعوة العراقيين، وتكرمكم بالزيارة التي نقدر بعدها التاريخي والديني والإنساني المهم، وهي دليل حرصكم على العراق. ففي لقاءاتنا السابقة في الفاتيكان شعرت بمدى اهتمامكم ببلدنا، وتلمست متابعتكم وتألمكم العميق للمأساة التي عاشها العراقيون والمعاناة التي تحملوها جراء الحروب والعنف والتدخلات الخارجية. يشعر العراقيون بالاعتزاز لقداستكم، حيث تحل بينهم ضيفاً كريماً عزيزاً، رغم التوصيات الكثيرة لكم بتأجيل الزيارة بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، وبالرغم أيضاً الظروف الصعبة والتحديات التي يمر بها بلدنا الجريح، إذ أن تجاوز كل هذه الاعتبارات يضاعف قيمة الزيارة في وجدان العراقيين. على الرغم من عواصف العنف والاستبداد والشمولية التي اجتاحت بلادنا في مراحل من تاريخنا، يفخر العراقيون في أنهم عاشوا لقرون طويلة في مدن متنوعة الانتماء، حيث نجد المسلم والمسيحي واليهودي والصابئ والإزيدي متجاورين ومتآخين في المدينة الواحدة والحي الواحد، وتتجاور الكنائس مع المساجد والحسينيات، حيث يلتقي قرع الناقوس مع صوت الآذان في سماء العراق. وكما يعتز العراقيون بأنهم حماة الكنائس، فبعد اعتداء الإرهابيين على كنيسة سيدة النجاة، هب الشبان المسلمون جنباً إلى جنب مع إخوتهم الشبان المسيحيين، وكان العراقي المسلم بهذا الموقف يدرك أن مسؤوليته الوطنية والإنسانية تملي عليه الدفاع عن الكنيسة بمثل ما يدافع عن بيته وأماكنه المقدسة. وكذلك من مشاهد تحرير الموصل التي لا تنسى ويحضر دائماً في الوجدان، مشهد لكنيسة في الموصل آث بها الدواعش الإرهابيون. في هذا المشهد الذي شاهده العالم يظهر جنود مسلمون يغطي ملامحهم وملابسهم تراب المعارك،
وهم يحملون الصليب على أكتافهم ليعيدوه إلى حيث مكانه المقدس في الكنيسة بعد تحريرها، بينما يقف ضابط باحترام وتوقير وهو يؤدي التحية العسكرية لتمثال السيدة مريم والسيد المسيح عليهما السلام. هذه قيمة إنسانية عميقة بدلالاتها، وهي قيمة تربوية متأتية من إيمان عموم العراقيين بأن رابطة التنوع والتعايش السلمي قيمة عليا راسخة في بلدهم كرسوخ النخلة في ثرى وطنهم عبر آلاف السنين. في نشأة الرسالة الإسلامية احتضنت المسيحية الإسلام وحمت المسلمين حينما هاجروا إلى الحبشة، فقال النجاشي المسيحي لجعفر المسلم المستضعف: يا جعفر، ليس بيننا وبينكم أكثر من هذا الخط. وفي بواكير الدولة الإسلامية حينما كان الإمام علي عليه السلام يحكم من العراق، نستحضر قوله الإنساني البليغ: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذا هو تاريخنا الملهم للتعايش السلمي والمحبة والأخاء الإنساني، وهذا هو حاضرنا المنتج لتلك القيم العليا والنبيلة. للأسف يعيش عالمنا اليوم في زمن التقاطعات والاستقطابات، حيث تفقد أجزاء واسعة منه وخصوصا في الشرق قابليات التعدد والتنوع والقبول بالرأي الآخر، ويغذي هذا المسار الإرهاب والتحريض على العنف وخطاب الكراهية وارتكاب الفظائع بذرائع لا تمت بصلة لروح الرسالة السماوية السمحة، وهذا ما يهدد مستقبلنا جميعا. لذلك لا بد من مواصلة العمل لمكافحة الفكر المتطرف واستئصال جذور الإرهاب والانتصار لمفاهيم التعايش وعنصر التنوع الذي تسخر به أوطاننا وتحويله إلى عنصر قوة وتماسك، إذ أن ترسيخ هذه المفاهيم أضحى مطلبا ملحا للغاية في عالمنا اليوم، وهو أفضل هبة نمنحها لمستقبل أجيالنا القادمة. لعقود من الزمن كان شعبنا ضحية حروب عبثية وسياسات قمع لم يعرف لها التاريخ مثيلا، جرى خلالها إعدام واغتيال وتغييب مصائر مئات الآلاف من العراقيين من جميع الانتماءات، واستخدام للدكتاتورية للأسلحة الكيميائية في حلبشة وما رافقها من حملات الإبادة في الأنفال في كردستان والمقابر الجماعية في مدن الجنوب والوسط، وما حصل من تجفيف للأهوار وتدمير إجرامي ورهيب للبيئة. وانتهى المآل بالعقدين الأخيرين، حيث عشنا خلالهما أكبر حرب ضد الإرهاب دمرت فيها مدن وتحطم اقتصادها وتهجرت عوائلها وسبيت فيها نساء وهدمت كنائس وأحرقت عقول ونهبت آثار ثمينة وارتكبت أبشع الانتهاكات بحق الإزيديات والتركمانيات وأفضع المجازر في سنجار وسبايكر، واستهدف المسلمون والمسيحيون والإزيديون والصابئة والكعكائيين وغيرهم من مكونات هذا الشعب. نترحم على أرواح ضحايا الاستبداد والإرهاب، ونستذكر شهداء الحرية ومحاربة الإرهاب من جيشنا وقواتنا المسلحة المختلفة، من الشرطة والحشد والبيشمركة، ومن المدنيين الذين ضحوا من أجل هذا الشعب بل لجموع الإنسانية. هذه مآس
كان كل الشعب ضحيتها، لكننا نشير بشكل أخص إلى المعاناة الكبيرة لإخواننا المسيحيين ممن اضطروا لمغادرة ديارهم ووطنهم، وكان هذا بعضاً من معاناة المسيحيين في أكثر من بلد في الشرق الأوسط. كانت أعوام قصيبة مرت على العراق، ولا تزال أمامنا تحديات جسام في تحقيق مطلب مواطنينا في إصلاح بنيوي لمنظومة الحكم في بلادنا والنهوض للبناء وترسيخ العدل الاجتماعي وتوفير فرص العمل لشبابنا وتأكيد الأمن والحريات وتعزيز سيادة بلدنا. في منطقتنا هناك بلدان تخسر الدماء وفرص البناء، وهناك من يخسر الأموال. الكل خاسر في هذه الفوضى السوداء، ولا حل إلا في الحوار والتعاون من أجل الأمن المشترك وحقوق مواطنينا. التئام الجرح العميق الذي أصاب العراق يستدعي منا الرعاية والحرص على أن يكون العراق ساحة للتوافق وجسرا للتواصل والتعاون بين دول المنطقة، لا ساحة للصراع والتناحر، وأن يكون العراق مستقلا ذا سيادة كاملة غير منقوصة وركنا أساسيا من أركان منظومة إقليمية قائمة على أساس احترام السيادة وحقوق الإنسان والتعاون الاقتصادي. سيداتي سادتي، أن مسيحيي الشرق، مسيحيي العراق، أهل هذه الأرض وملحها، وقفوا إلى جنب إخوانهم من كل الطوائف لمواجهة شتى التحديات، وكانت إسهاماتهم التاريخية والحضارية بليغة الأثر وعميقة الجذور، وانصهرت في بناء مجتمعاتنا وأنتجت تلك العادات والتقاليد والقيم الشرقية الأصيلة. لقد تعرض مسيحيو الشرق خلال الفترات الماضية لأزمات مختلفة عملت على تحجيم وجودهم والدفع بهم إلى الهجرة، وبلا شك فإن استمرار هجرة المسيحيين إلى جانب مكونات دينية وقومية أخرى من بلدان المنطقة ستكون له عواقب وخيمة على قيم التعددية والتسامح، بل وأيضا على قدرة شعوب المنطقة نفسها في العيش المشترك. فلا يمكن تصور الشرق بلا مسيحيين، ولن يتأكد أي نجاح لمنطقتنا ما لم تبدأ حركة عودة المهجرين والمغتربين من بلدان اللجوء من دون قصر أو إكراه، ويتطلب ذلك عملاً حثيثاً للتنمية الاقتصادية واستتباب الأمن في كل المنطقة، وبما يحقق بيئة وطنية جاذبة لأبنائها من المهاجرين والمغتربين، وفي المقدمة منهم المسيحيين والإيزيديين والصابعة. أيضاً لنا أن نقف ونؤكد أن ظروف الحياة تحت تهديد كوفيد-19 أكدت أن العالم بحاجة إلى السلام والتكاتف معاً والابتعاد عن الاستقطابات والتقاطعات المختلفة، وذلك لتسخير الإمكانيات الجماعية لصالح التقدم بما يخدم الحياة والإنسان. اليوم وفيما يحل بيننا في العراق، قداسة البابا ضيفاً عزيزاً كريماً، فأنها فرصة تاريخية لجعلها مناسبة لإعادة التأكيد على قيم المحبة والسلام والعيش المشترك وقبول الآخر ودعم التنوع الذي تنعم به بلداننا عبر مبادرات إنسانية يصل صداها إلى العالم أجمع. فهذه القيم الإنسانية قابلة للتعاون والعمل المشترك على تحقيقها. نحن أحفاد النبي إبراهيم عليه السلام، أتباع الديانات السماوية من العراقيين وغيرهم،
لا يمكن لنا القبول بأن يمارس الإرهاب والتطرف باسم الدين، ولا يمكن أن نرضى بالظلم أيضا. يستحق العراقيون أكثر مما هم عليه الآن في بلد أنعم الله عليه بالخيرات وبموقع متميز يمكنه أن يكون محطة أمن واستقرار وسلام. فالعراق يستحق الأفضل والمستقبل الواعد لمواطنيه، والمنطقة تستحق أفضل بكثير، وبتعاون الخيرين والمخلصين سنتمكن من ذلك إن شاء الله. وأتمنى قداسة البابا بمناسبة هذه الزيارة المباركة أن تتم متابعة لمبادرة تأسيس بيت إبراهيم للحوار الديني، وتشكيل مؤتمر أو ندوة دائمة للحوار بإشراف مندوبين من الفاتيكان والنجف والأزهر والزيتون والمراكز الدينية الكبرى التي تبحث في التاريخ المشترك والمختلف فيه في ضوء المتون المقدسة والتراث المسماري. قداسة البابا، إننا نلملم جراحنا، وها أنتم يا قداسة البابا تغمدونها معنا. شكرا لكرم هذه الزيارة التاريخية ولما تقومون به من أجل خير الإنسان على الأرض. أتشرف بدعوتكم للتحدث إلى هذا الجمع الكريم، ومن هنا إلى العراقيين جميعا. قداسة البابا.